السلام عليكم ورحمة الله. كانت النساء في الجاهلية لا قيمة لهن، فكانت تورث كما يورث المتاع. وكان الرجل إذا مات ورثه ابنه الذي حمل السلاح، فورث مال أبيه ونساءه، فإن شاء تزوج من امرأة أبيه، وإن شاء تركها في البيت فهي تركة. وكان الرجل في الجاهلية إذا غضب من امرأته أو زهد فيها يحلف ألا يقربها بالسنة وبالسنتين بل وبالعمر كله. فنزل القرآن يبين الأحكام ويحدد الحلال والحرام، وأنزل قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يحلفون ألا يجامعوا نساءهم انتظار وترقب 4 أشهر، فإن رجعوا قبل فوات الأشهر الأربع فإن الله غفور لهم رحيم بهم، وإن عقدوا عزمهم على الطلاق واستمروا في يمينهم وترك الجماع وأجمعوا أمرهم على حل عقد النكاح فإن الله سميع لأقوالهم، عليم بمقاصدهم، وسيجازيهم على ذلك. فاحذروا من مخالفة شرعه، وليحذروا الأزواج من الإضرار والإذلال للزوجات. ولكن ماذا إن ماطل الزوج ورفض أن يرجع إلى زوجته أو أن يطلقها؟ هنا تخير المرأة بين أمرين، إما أن ترفع الأمر للقضاء ليجبر الزوج على الطلاق، وإن شاءت لا تطالب بالطلاق حفظا لحقوق الأبناء والأسرة. فالإسلام دين واقعي يعطي لكل ذي حق حقه، فكما يعطي الزوج الحق في الإيلاء للإصلاح والتهذيب في حدود الـ4 أشهر، يعطي أيضا المرأة الحق في المطالبة بالطلاق للضرر بعد الـ4 أشهر. جزاكم الله خيرا. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.